شكر بيه. شايف الموز اللي هنا ده شكله ايه؟ على فكره ده جاي من مزارعنا رأسا على هنا، بس طعمه ايه؟ عسل حقيقي، يعني لو كلت واحده منه تتمنى تاكل صباطه بحرقه. تحب اشرك؟ ولا اشرك ازاي وصباطه ايه اللي هتاكلها؟ اكيد بسبب السن هتخاف من التلبك المعوي. محمود باشا، اظن كفايه مهزقه بيا. تقدر تقول لي بقى ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ اللي بيحصل يا حمال عزيز ان انت عامل لي فيها جهاز مخابرات، وعملت كولومبو 17 مره في بعض، وبتتقصى ورايا. واعترف انت نجحت بامتياز وظبطتني اهو. انا بقى اللي عايز اعرف، انت مين اداك الحق انك تتقصى ورايا وبعدين تقتحم عليا المكان هنا ومن غير استئذان؟ بصفتي حماك، ولاني لازم اطمن على مستقبل بنتي. واديك اطمنت ولا ما اطمنتش معرفش، المهم انك ظبطتني متلبس. تحب ايه دلوقتي؟ اجيب لك فلكه تمدني عليها؟ محمود باشا، اظن لا الموقف ولا اسمي ولا مركزي ولا سمعتي يسمحوا لك انك تهزقني بالدرجه دي. اسمك ومركزك وسمعتك على عين والراس، ولا عاش ولا كان اللي يتمهزق بسعادتك. طب اقدر اعرف بقى سعادتك هنا بتعمل ايه؟ واضح ان انت مش مركز. انا قلت لك من شويه هنا بيقدموا عشاء ممتاز، ميكس جمبري على استاكوزا. لا ما خلاص بقى، كل شيء بقى واضح. بالراحة عليهم، لهجتك كده كل شيء بقى واضح بتأكد لي انك مش فاهم حاجة خالص. فعشان ما تفسرش المسألة غلط وتفهمها غلط، انا هقول لك الحقيقة، وانا متأكد انها هتفضل سر بيني وبينك. الحقيقة ان ليلى تبقى مراتي.